مشاهير دبي يتحولون إلى متطوعين، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع اليوتيوبرز دبي اللي سارعوا اليوم لتقديم يد المساعدة لبلدهم سوريا، حيث نشر غيث مروان وخطيبته سارة ستوريات يشجعون جمهورهم لتقديم المساعدات. وأظهر غيث مروان المستلزمات الضرورية اللي بيحتاجوها واللي لازم الكل يقدمها. أيضا ظهر مع غيث مروان لانا ولين رغود وإخوتها ليان وريان، برهوم عراوي، أسامة مروة والعديد من المشاهير في إكسبو دبي لتقديم يد المساعدة. وأيضا هاي المبادرة لاقت إعجاب جمهورهم. أترككم على الستوريات. من بكرة لأي حد بده يتبرع فيكم تروح على الهلال أحمر دايركت بأي مكتب بدكم إياه بأي إمارة، تمام؟ لأن إكسبو كان اليوم آخر يوم. الهلال الأحمر أيوم حد يجي على إكسبو الهلال الأحمر فيكم تروح لمدة أسبوعين تتبرعوا. اليوم الصالة هي مفتوحة لتقريبا الساعة 2 للفرز، ولكن لمدة أسبوعين لحد 26 فبروري عم يتم تجميع الأغراض. رح حط الصورة هون، هاي الأغراض كلها عم يتم تجميعها وإن شاء الله يتم بعثها للمحتاجين بسوريا وتركيا. اوكي جايز، مثل ما شايفين هيك بنكون خلصنا لليوم. بس حابه اقول والله العظيم على قد ما اني مبسوطه على كميه التبرعات اللي اجت وكميه الناس اللي تطوعت لحتى تيجي تساعد، بس فنانين كبار، يوتيوبرز، انستغرامرز، بس عن جد الفرحه لا توصف. انه هيك يعني الناس كثير مهتمه بالموضوع، وانه بلدي يعني انه انا كثير مبسوطه انه هيك عم يوصل التبرعات وناس كثير عم تساعد وتساهم بالموضوع. وشكرا اول شيء لدوله الامارات العربيه المتحده لانه عملت كل هاي الاشياء لسوريا ولكل الدول العربية طبعاً اللي ساهمت وساعدت.